بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة فيلم في محطة مصر الجزء الثاني اللي هو بطولة كريم عبد العزيز. أول حاجة هنقولها عن تفاصيل الفيلم إنه رضا اللي هو يبقى كريم عبد العزيز لما رجع كفر الشيخ مع ملك اللي هي منة شلبي أبو ملك وأم ملك، كلهم اعتذروا لرضا بسبب اللي عملوه معاه ده في الجزء الاول. وبعد كده رضا قاعد يومياً في بيتهم، ولكن في خلال اليومين دول رضا طلب يد ملك من ابوها، ووافق ابوها وملك على الجوازة دي. حتى قال لي ابو ملك بانه هو لو لف الدنيا كلها عمره ما حيلقى رايل لبنته زي هو. وفعلا اتجوز رضا من ملك، وعملوا اكبر فرح في كفر الشيخ كلها، ويعيش رضا وملك حياة زوجية سعيدة. وبعد كده ابو رضا وهو وامه حصلت شوية مشاكل في شقتهم القديمة، وبعد كده راحوا سافروا جو سكنوا مع رضا في فيلة ابو ملك. وطبعا ابو ملك اول ما شافهم اتضايق جدا بسبب انهم لما جو بيتهم ضيقوا عليهم جو في حياتهم. غير كده لما كانوا بياكلوا بشراسة رهيبة جدا من كتر الجوع، لذلك لما كان بيشوفهم ابو ملك لما بياكلوا كان بيبص ليهم بصة استغراب وتعجب، وكان بيقول جوا نفسه لما بيشوفهم بياكلوا الله يخرب بيت ابوكم، ايه ده، هو انتوا عمركم ما شفتوا اكل قبل كده ولا ايه؟ وبعد كده رضا لما كان بيشوف ابوه وامه بياكلوا على السفرة كان بيتعصب ويقول ليهم بالراحة يا جماعة كلوا، الأكل مش حيطير، أهو قاعد، كيف ياكوا فضحتونا قدام الناس. فراح أبو رضا رد عليه في اللحظة دي وقال له سيبنا يا رضا يا ابني، ده إحنا بقالنا سنتين وأكتر مش بندوق نص الأكل ده ولو في المنام. وبعد كده بعد مرور يومين بالضبط الحكومة جاءت فيلة الحاج أبو ملك. وبعد كده الحكومة لما دخلت البيت قبضت على أبو رضا بسبب إنه بقاله أكتر من 4 شهور مش بيسدد قسط التلاجة اللي كان عليه. ولحظة لما الحكومة قبضت على أبو رضا أبو ملك أتعصب ومتنرفز جدا، حتى قال بصوته العالي إيه ده، ناس البلد كلها حتاكل وشي بسبب اللي بيحصل ده. وبعد كده ابو ملك راح بص في وش رضا وقال لي الله يخرب بيتك يا اخي، ده انتو نسبي عر. فراح رضا في اللحظة دي بص في وشه وقال لي بصوت هادي معلش يا عمي تعال معايا القسم نسدد لابويا قسط التلاجة ونجيبه معانا. وبعد كده فعلا ابو ملك راح مع رضا وهناك في القسم سددوا لي قسط التلاجة وجابوا معاهم ابو رضا في يدهم. وبعدها على طول اول ما دخلوا باب البيت الحكومة جات تاني وقبضت على ابو رضا، والدور ده قبضت عليه بسبب انه عليه ديان ما سددهوش. وبعد كده برضو مرة تاني رضا قال لي ابو ملك معلش يا عمي حنتعبك معانا تعال معايا مرة تاني علشان نجيب ابويا من القسم. فراح قال ابو ملك بصوت العالي علي الطلاق المرة دي ما حروح معاك. فرد عليه رضا وقال لي خلاص يا عمي خليك مكانك، بس اهم حاجة تديني فلوس علشان اسدد الديان اللي على ابويا واطلعه من القسم. فرد عليه ابو ملك بصوت عالي وقال لي انا قربت اتشل منكم، جاتكم مصيبة تاخدكم انت وابوك. فرد عليه رضا بكل هدوء متشكر جدا يا عمي على زوجك الواطي ده. وبعد كده ابو ملك ادى فلوس لرضا غصب عنه عشان يطلع بيها ابو رضا من السجن ويسد دينه. وبعد كده رضا راح جاب ابوه من القسم، وخلال وهم جايين راجعين في الطريق رضا قال لابوه بهزار قال لي يا ابويا لو الحكومة جات تاني تقبض عليك انا ما اعرفكش حتبري منك المرة دي. فطبعا كان بيقول الكلام ده بهزار هم وراجعين في الطريق. وبعد كده في اليوم الثاني ابو ملك كان رايح بالعربية بتاعته يتمشى حوالين الارض بتاعته زي ما بيقولوا بالبلد كده، ايه بيشقر على الارض تاعته. فراح معاه ابو رضا وخلاله ابوه
وأبو ملك ماشيين بعربيته حوالين أرضه. أبو رضا كان طول الوقت عمال يتكلم في الفاضية والمليانة، لغاية لما قال لي أبو ملك بصوت عالي جدا: كفاياك يا أخي، أنا اتخنكت من كلامك ده، بطل رط شوية، أكلت دماغي وأكلت راسي بكلامك الفاضي ده. وبعد كده أبو رضا راح بص على جناين العنب والموز بتاعت أبو ملك، فراح قال: يا سلام يا أولاد على جناين العنب والموز دي، ده عنقود العنب هو والموزة في الجنينة عامل زي الألماز منور نوير يا واحد عليهم. فراح في نفس الوقت ده جناين العنب هي والموز وقعت كلها بسبب عاصفة هواء شديدة جات عليهم. فراح قال أبو ملك هو متعصب: الله يخرب بيتك يا أخي، ده أنت راجل حاسد قوي كده، وقعت جناين العنب والموز من كتر القر بتاعك. وبعد كده في نفس اللحظة دي راح كمان بص على مجموعة نخل، فقال النخل ده البلح بتاعه كبير قوي، دي البلح عاملة زي صباع المحشي. فراح قال لي أبو ملك: كفاية بالله عليك، سيب النخل في حاله، أحسن يوقع حمى كمان زي جناين العنب والموز. كفاياك بالله عليك، اسكت خلي الدنيا تمشي. وبعد كده أبو ملك بعد كده ملك وبعد كده في خلال الفيلا ملك تعبت شوية وفجأة وقعت على الأرض. فراح رضا جري على طول ودها المستشفى، وهناك قال الدكتور ليهم مبروك بأنه ملك حامل في الشهر الثاني، ورضا والكل فرحوا جدا من الخبر ده قوي. وبعد كده يدور صراع الفيلم في إطار كوميدي ما بين العيلتين اللي قاعدين في بيت واحد اللي هم أهل رضا وأهل ملك، وكل يوم بتحصل ما بينهم مشاكل وخناقات وخلافات كتيرة قوي على الفاضية والمليانة. وبعد كده في يوم من الأيام في منتصف الليل أبو رضا قام ودخل مكتب أبو ملك، وهناك راح في مكان الخزنة اللي فيها الفلوس عشان يسرقها. وأبو رضا لما قرب من مكان الخزنة طلع من جيبه طفاشة عشان يطيش بيها قفل الخزنة، وفعلا أبو رضا قدر يطيش قفل الخزنة وفرح جدا أول ما اتفتحت الخزنة قدامه وشاف الفلوس قدامه. ولكن يا فرحة ما تمت، في اللحظة دي دخل عليه أبو ملك وقبضه هو وبيسرق. وبعد كده أبو رضا أول ما شاف أبو ملك حاول يهرب منه ويجري، ولكن أبو ملك رفع عليه السلاح وهدده بأنه لو اتحرك خطوة واحدة هيفرغ المسدس كله في دماغه. وبعد كده أبو ملك خلال أبو رضا وبعد كده أبو ملك خلى أبو رضا يروح معاه في الصالة، وفي الصالة أبو ملك فضل ينادي على ناس البيت كلهم لغاية لما كلهم صحيوا وجو. ولما كل ناس البيت أتلمت وتجمعوا وصحيوا من النوم، رضا جه هو متعصب. وبعد كده راح قال لي أبو ملك: ايه ده، هو في ايه يا عمي، حضرتك رافع السلاح ليه على وش ابويا؟ فراح قال لي ابو ملك: تعال شوف يا سي رضا، ابوك قبضته بيدي هو وبيسرق بيتي. ورضا هو وامه اول ما سمعوا الكلام ده حطوا وشهم في الارض وقالوا: يا ارض انشقي وابلعيني، واتحرجوا واتكسفوا جدا في اللحظة دي. وبعد كده راح قال ليهم كلهم ابو ملك: اسمع يا رضا، انت وابوك وامك انتوا دلوقتي تتفضلوا بره بيتي من غير مطرود، وانا عشان خاطر الزفت النسب اللي ما بيننا مش هبلغ البوليس عن ابوك اللي كان عايز يسرقني في بيتي ده. وبعد كده راح قال كمان ابو ملك: ويا ريت يا سي رضا تطلق بنتي ملك في اسرع وقت ممكن، عشان احنا ما يشرفناش انه نناسب عيلة حرامية زيكو كده. وطبعا رضا في اللحظة دي كان مكسوف من نفسه جدا بسبب اللي حصل ده. وبعد كده راح هو وأمه وأبوه لموا هدومهم وحاجاتهم وكل حاجاتهم ومشوا من الفيلا وسافروا على بيتهم القديم. وبعد كده راحت ملك مرات رضا قالت لأبوها: ما ينفعش يا بابا اللي انت عملته ده في رضا، أبوه هو اللي حاول يسرق، يبقى ايه ذنبه رضا انك تقول له كل الكلام ده وتحرقه، وانت عارف كويس جدا اخلاق رضا بانه غير ابوه خالص، ده من طينة ورضا من طينة تاني خالص.
فراح رد عليها أبوها بصوت عالي وقال: اسكت انت خالص، مش عايز اسمع صوتك، عشان انت السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. وبعد كده رضا رجع إلى بيتهم القديم هو وأبوه وأمه، ورضا كان مخاصم أبوه طول الوقت من كتر ما زعلان منه بسبب اللي عمله ده، وأحرجه قدامنا سايبه. وبعد كده رضا رجع تاني يشتغل في عربية الكاكا اللي كان شغال عليها في الجزء الأول. وبعد كده في يوم من الأيام ملك فجأة مسكت بطنها وفضلت تصرخ، ومن الواضح انه ده اعراض الولاده، يعني كانت بتولد في اللحظه دي. وبعد كده راحوا جريوا ودوها الى المستشفى، وهناك ملك ولدت وجابت ولد زي القمر بالظبط، واهل ملك فرحوا كلهم بالمولود الجديد ده. وبعد كده ملك خلال وهي في المستشفى طلبت من ابوها انه يروح يسافر عشان يعتذر لرضا ويجيبه معاه، ووافق ابو ملك على طلب بنته ده. وبعد كده ابو ملك راح سافر عند رضا، وقابل هناك رضا جنب عربية الكاكا بتاعته، وهناك أبو ملك اعتذر لرضا وطلب منه إن يسامحه. وبعد كده رضا قبل اعتذار أبو ملك وسامحه. وبعد كده أبو ملك قال لرضا بإنه ملك ولدت وجابت ولد، ورضا فرح جدا من الخبر ده لدرجة إنه كان ناقص يطير من كتر الفرحة. وبعد كده أبو ملك قال لرضا: رضا بص يا رضا يا ابني، انا جاي هنا عشان اخدك معايا تعيش معانا من تاني في الفيلا، بس معلش هتاجي معايا لوحدك المرة دي من غير ابوك ولا امك، واعذرني في الحتة دي. فراح رد عليه رضا وقال: بص يا عمي، معلش انا مش حاجي معاك الدور ده، لانه ما قدرش اسيب ابويا وامي لوحديهم. واما بالنسبة للملك فياريت تقول لها انه انا هنا في بلدي اشتريت شقة الوحدي جنب شقة ابويا وامي، فياريت حضرتك تقول لها بانه لو عايزة تاجي تعيش معايا تاني، بانها لو عايزة تاجي تعيش معايا تاجي وعلى عيني وعلى راسي، ولو رافضة انها تاجي يبقى في اللحظة دي زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. وبعد كده ابو ملك راح مشى ورجع تاني كفر الشيخ، وهناك ابو ملك قال لبنته ملك بانه رضا رافض ياجي يعيش هنا، وقال ليها كمان بانه هو بيخيرها انها تاجي تعيش معاه ولا لا. فراحت ملك في نفس اللحظه دياتي اتصلت برضا وقالت لي بانها رافضه تاجي تعيش معاه ببلده، وقالت كمان بانه يا ريت يطلقها في اسرع وقت، ويا ريت كل واحد يروح في حاله. وبعد مرور يومين بالظبط ملك راحت هي وابنها الصغير سافرت عند رضا، وهناك راحت قالت لما قابلته ملك بانها مش قادره تعيش من غيره. ورضا فرح جدا برجوع ملك لي هي وابنه الصغير، وراح قال لي ملك وحشتينا جدا. وبعد كده رضا مسك من ملك ابنه الصغير وفضل يبوس فيه كل شويه، لانه كان اول مره يشوفه، فكان فرحان بيه جدا. وبعد كده ملك قالت لرضا بانه يلا يوريها شقتهم اللي هيعيشوا فيها دي. وبعد كده لما دخلت ملك الشقة ارتاحت فيها جدا اكتر من بيتهم اللي في الكفر الشيخ، وعاشت اجمل ايام حياتها في الشقة دي مع رضا. واما بالنسبة لي ابو رضا، فراح ابو رضا عند ابنه رضا، ووقتها طلب منه انه يسامحه بسبب كل اللي حصل له بسبب دياته قدامنا سايبه، وكمان قال لي بانه هو خلاص تاب وعمره ما حيسرق تاني، ووعده كمان في اللحظة دي انه عمره ما حيسرق تاني وتاب خلاص لربنا. وبعد كده رضا سامح ابوه واتكلم ورجعوا من تاني وبدأوا صفحة جديدة، وبقوا هما الاثنين زي السمنة على العسل. ومن هنا ينتهي الجزء الثاني من فيلم في محطة مصر بطولة كريم عبد العزيز. أتمنى يا رب أن الحلقة أو أحداث الفيلم تكون عجبتكم أعزائي المشاهدين، وتكون يا رب استمتعتم بحلقة النهاردة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لدعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.